السلام عليكم أصدقائي محبي الأخبار والمعرفات، تحية طيبة لكم. يوم الخميس 19 من شهر أغسطس 2021، أهم أخبار ألمانيا. سجلت في 24 ساعة الأخيرة 8400 حالة، وتوفي 22 شخصا، وعدد الحالات الجديدة لكل 100,000 نسمة هو 44. عدد الأشخاص الذين حصلوا على جرعتين للقاح هو 48,419,275 شخصا، أي ما يعادل 58.2% من سكان ألمانيا. المدن الحالية في ألمانيا التي تجاوزت فيها الحالات 100 حالة لكل 100,000 نسمة هي بون فيها 121.9 في مقاطعة شمال الراين فيستفالن، مدينة ليفركوزن أيضا بمقاطعة شمال الراين فيستفالن ب 124.6، مدينة فوبرتال بشمال الراين فيستفالن 121.9 حالات لكل 100,000 نسمة، مدينة بيليفيلد أيضا بمقاطعة شمال الراين فيستفالن 103.8 حالات لكل 100,000 نسمة، مدينة فلينسبورغ بمقاطعة شليسفيك هولشتاين 123.1 حالة لكل 100,000 نسمة، ومدينة غوزنهايم بمقاطعة بايرن 116.4 حالة لكل 100,000 نسمة. أصدقائي، رغم ذلك ورغم ارتفاع الحالات، إلا أنه ولله الحمد من يعالجون في غرف الإنعاش عددهم قليل ولله الحمد، ولا يوجد أي ضغط على المستشفيات حاليا. أصدقائي، الآن سوف نمر إلى موضوع آخر. ألمانيا ودول أخرى مثل أمريكا سوف يبدأون بإعطاء الجرعة الثالثة لبعض الفئات العمرية من أجل تنشيط وزيادة الحماية من العدوى. وأكد عالم الفيروسات الألماني الشهير دروستن أنه لا حاجة لكل الناس بالحصول على الجرعة الثالثة، وقال أن جرعتين كافيتين لأغلبية الناس للحصول على مناعة ضد العدوى. لكن العالم الألماني قال أنه ينصح الكبار بالسن أو ضعفاء المناعة بالحصول على الجرعة الثالثة. مؤسسة WHO يعني منظمة الصحة العالمية انتقدت الدول الذين يرغبون بإعطاء مواطنيهم الجرعة الثالثة، وقالت لا يعقل أن عدد كبير من دول العالم لا يتوفرون على أي لقاح لحد الساعة، ولم يقوموا بتلقيح أحد لحد الساعة، وهناك دول بدأت التفكير بإعطاء الجرعة الثالثة أو بدأت فعليا بإعطاء الجرعة الثالثة، وطالبت من هذه الدول التوقف حاليا عن الأمر ومساعدة بعض الدول الفقيرة للتوفر على اللقاح أولا. سنمر الآن إلى موضوع آخر. نعلم أن وزارات الصحة للمقاطعات الألمانية 16 نصحوا بتلقيح الأطفال والشباب بين 12 سنة إلى 17 سنة، وأيضا المؤسسة العلمية المكلفة باللقاح في ألمانيا مؤسسة شتيكو أعطت النصح بتلقيح الأطفال. لذلك تقرر وترغب مجموعة من المقاطعات عمل مراكز وصالات للقاح داخل المدارس. أطباء الأطفال وأطباء الشباب قلقين من هذه الفكرة وينتقدونها بشكل قوي، ويقولون هذه الطريقة سوف تمارس الضغط على الأطفال أو الشباب لأخذ اللقاح وهم غير مقتنعين به. قالوا نعلم بأنه يعني كلنا نعرف بأنه الفئة العمرية بين 12 سنة و 17 سنة فئات الأطفال والشباب هم في سن صعبة، سن المراهقة، ونعرف بأنه المراهق دائما يتأثر بأصدقائه، وهذا الأمر سوف يؤدي إلى صراعات كبيرة وخلافات ونقاشات بين التلاميذ، يمكن أن تؤدي إلى أن مجموعة من الصداقات سوف تنهار. وكثير من الأطفال
أو الشباب يمكن أن يتأثروا بأصدقائهم، لأن أصدقائهم مثلا أخذوا اللقاح وبعض الأطفال غير مقتنعين، لكن سوف يتأثرون وسوف يحصل لهم الضغط ويخافون أن يفقدوا أصدقائهم، وسوف يذهبون إلى البيت وسوف يمارسون أيضا الضغط على أهاليهم، يعني سوف يمارسون الضغط ويتخالفون مع الآباء والأمهات كي يوقع الأب أو كي توقع الأم من أجل أن يحصل الطفل على اللقاح، لأنه لا يريد أن يفقد أصدقائه. كما قلت لكم أصدقائي، اللقاح هو اختياري وليس إجباري، لكن بهذه الطريقة أغضبت أطباء الأطفال والشباب وقالوا هذه الطريقة سوف تمارس الضغط على الأطفال. أنتم أصدقائي خصوصا الآباء والأمهات، ما رأيكم في هذا الأمر؟ هل أنتم فرحون ومرتاحون لأنه أخيرا سوف يتم تلقيح الأطفال والشباب بين 12 سنة إلى 17 سنة بالمدارس ومرتاحون وتؤيدون هذا الأمر، أم أنتم أصدقائي غاضبون جدا وقلقون لأنكم لم تصلوا بعد إلى نقطة الاقتناع باللقاح وتخافون بأن أبنائكم يتأثرون بأصدقائهم وتحصل أيضا مشاكل في البيت بينكم وبين أبنائكم في مسألة اللقاح؟ متشوق لقراءة تعليقاتكم ونفتح باب النقاش بكل حب وبكل احترام أصدقائي. نمر الآن أصدقائي إلى موضوع آخر. السيد لاشيت وهو من حزب CDU وحاكم مقاطعة شمال الراين فيستفالن في ورطة كبيرة، والحزب الحاكم غاضب منه، حزب CDU، لأنه بسبب لاشيت قلت شعبية الحزب الحاكم CDU وفرص فوز الحزب الحاكم الذي تنتمي له أيضا السيدة ميركل، فرص الفوز بالانتخابات أصبحت ضعيفة جدا. بالعكس، منذ أن أصبح السيد لاشيت هو رئيس الحزب ومرشح الحزب لخلافة السيدة ميركل ومستشار في لمنصب مستشار ألمانيا، زادت حظوظ المرشح الآخر الاشتراكي لحزب SPD السيد شولتز. السيد شولتز هو وزير المالية في الحكومة الاتحادية وكان حاكما لمدينة هامبورغ سابقا. مدينة هامبورغ هي مدينة مقاطعة في ألمانيا وكان يحكمها وعنده خبرة كبيرة في حكم مقاطعة، إضافة إلى أن السيد شولتز من الحزب الاشتراكي عنده أيضا خبرة كبيرة في التسيير لأنه هو وزير المالية. زادت شعبية وزير المالية بشكل كبير وأصبح مرشحا كبيرا للفوز بالانتخابات أصدقائي. فالآن أصبح دائما السؤال، هل شولتز سوف يعملها وسوف ينتصر على لاشيت؟ لأنه لاشيت شعبيته نقصت، لاشيت لا أحد يرغب أن يصبح هو مستشار ألمانيا لأنه دائما يقولون بأنه شخصية ضعيفة، هكذا دائما ينتقدونه. فالكل أصبح الآن يتجه إلى حزب SPD الذي بدأت تزيد شعبيته، فهل يصبح السيد شولتز هو المفاجأة الكبرى في الانتخابات التي سوف تكون بشهر 9 ويصبح هو حاكم ألمانيا الجديد؟ هذا الأمر أغضب جدا السيد زودا حاكم مقاطعة بايرن، وقال السيد زودا، لو كنتم رشحتموني بدل السيد لاشيت ما كنا وصلنا إلى هذا الأمر. وقال السيد زودا، التفكير في تغيير لاشيت وترشيحي مكانه يظهر كيف الوضع أصبح مقلقا للحزب الحاكم. ويرى السيد زودا بأنه لاشيت لم يجلب سوى الانتقادات والضعف للحزب. السيد لاشيت الكل ينتقد فيه هدوءه، السيد لاشيت هو شخصية هادئة للغاية وحذر جدا ولا يتكلم كثيرا، ولذلك الكثير يقولون عنه بأنه شخصية ضعيفة وغير مناسب لمنصب كهذا، يعني مستشار ألمانيا. أيضا مشكلة السيد لاشيت هي السيد زودا، هذه هي أكبر مشكلة عنده. مشكلة السيد لاشيت التي أضعفته هو زودا، زودا هو من أضعفه. لماذا؟ لأنه كثير من الناس كانوا يتمنون السيد زودا حاكم بايرن، لأن زودا شخصية قوية، صوته عالي، صوته مسموع،
الكل يخاف منه وشخصية مؤثرة، وهذا الأمر يضعف جدا السيد لاشيت أصدقائي. لذلك ألمانيا الآن في الانتخابات المقبلة كل شيء ممكن أصدقائي، وإذا لم يقم الآن السيد لاشيت بتغيير شخصيته وباعتماد، يعني أن يسمع صوته ويظهر شخصية قوية، أظن بأنه السيد لاشيت سوف ينهزم في الانتخابات. يعني عند السيد لاشيت الآن آخر فرصة لإظهار قوته وإقناع الشعب الألماني كي ينتخبوا عليه، وإلا سوف ينهزم، وحظوظ السيد شولتز كبيرة جدا. الآن سوف ننتقل إلى موضوع آخر. قام الجيش الألماني إلى حدود الساعة بإخراج 900 أفغاني من أفغانستان، وتم أخذهم إلى دولة أوزبكستان، وفي أوزبكستان سوف يتم جلبهم إلى ألمانيا. كما وصلت أيضا في مطار فرانكفورت طائرتين حملت معها 500 شخص أفغاني تم إخراجهم من أفغانستان، وترغب ألمانيا بإخراج أكبر عدد من الناس وإحضارهم إلى ألمانيا وإنقاذهم مع عائلاتهم، لأنهم خائفين على حياتهم من حركة طالبان التي وصلت إلى الحكم. أمريكا أيضا ما زالت مستمرة بإخراج الناس من أفغانستان، وأخرجت إلى حد الساعة 6000 أفغاني، وهدف أمريكا حاليا كل يوم يرغبون بإخراج 5000 إلى 9000 أفغاني وأخذهم إلى أمريكا. انتقدت حركة طالبان الأمر وقالت أنها ترغب ببقاء الناس في أفغانستان، لأن العدد الكبير من الناس الذين يهربون والخائفين من حركة طالبان والخائفين على حياتهم ويرغبون بمغادرة أفغانستان هم الناس المتعلمين، الطبقة الوسطى، الطبقة المتعلمة، الطبقة المثقفة وعقول أفغانية، وتطلب طالبان منهم البقاء وتقول لهم أنتم العقول، نحتاجكم في بناء الدولة الجديدة. لكن الطبقة الوسطى والعقول الأفغانية والطبقة المثقفة والأطباء والمهندسين إلى آخره خائفين على حياتهم من حركة طالبان، وخائفين من الانتقام، وخائفين من القتل. لا ننسى أيضا بأن أفغانستان نصف سكانها تحت خط الفقر، يعني أفغانستان عندها سكان بتقريبا 36 مليون نسمة، 18 مليون شخص فقراء في أفغانستان، ولا يعني تحت خط الفقر، يعني يعيشون حياة صعبة ومهددين بالمجاعة للأسف أصدقائي. جميع الناس نتمنى لهم السلم والأمانة بإذن الله. كانت هذه أهم أخبار ألمانيا، شكرا لكم، السلام عليكم، إلى اللقاء.